بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بإذن الله رايحين نواصلوا مع السلسلة رقم 2، رايحين نشوفوا التمرين رقم 9، سلسلة التطبيقات الخطية. إذا وش يقول التطبيق رقم 9؟ ليكون التطبيق الخطي F معرف من R3 نحو R4. دونك التطبيق الخطي F مكتوب بالشكل التالي: F لـ X Y Z يساوي X زائد Z كمركبة أولى للصورة F، X ناقص Y كمركبة ثانية للصورة F لـ X Y Z، Z زائد Y كمركبة ثالثة للصورة F لـ X Y Z، X زائد Y زائد 2Z كمركبة رقم 4 للصورة F لـ X Y Z. إذا المطلوب في هذا التمرين تعيين نواة F، يعني يقصد الكيردو F، وصورته يقصد لمجدو F. هل F متباين؟ هل آف غامر؟ إذا رايحين نبدو على بركة الله في التطرق للحل تمرين رقم 9. إذا رايح نذكر بعض الأمور. آف معرف من آر تروا نحو آر كات. كنا سبق وذكرنا أنه آر تروا هو فضاء البدء، آر كات فضاء الوصول. بالتالي فضاء البدء معناها أي شعاع اللي راح ينتمي الفضاء البدء راح يكون فيها ثلاثة مركبات، إذا X Y Z. فضاء الوصول معناها الصورة راح تحوي على أربعة مركبات، هذه مركبة الأولى بالنسبة لنا، هذه مركبة ثانية، هذه مركبة ثالثة، وفي الأخير هذه مركبة الرابعة. إذا طلب منا تعيين نواة F، أي تعيين الكرة دو F. سبق وشفنا تعريف مجموعة الكير دو اف، واللي هي U ينتمي الفضاء البدء E، حيث انه F ل U يساوي شعاع المعدومة في فضاء الوصول. اذا بما انه فضاء بما انه الفضاء U ينتمي فضاء البدء E، اذا رايح يدي ثلاث مركبات X Y Z، حيث F ل X Y Z يساوي شعاع المعدوم في فضاء الوصول. بما أن فضاء الوصول R كات معناها الشعاع المعدوم راح يكون فيها أربع مركبات: صفر 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 وصفر. إذا راح نعوض بما يساوي F ل X Y Z: X زائد Z، X ناقص ناقص Y، Z زائد Y، X زائد Y زائد 2 Z تساوي الشعاع المعدوم. إذا راح نتحصل على جملة فيها أربع معادلات بثلاث مجاهيل. إذا نلاحظ من خلال المعادلة الأولى راح نتحصل على X تساوي ناقص Z، من خلال المعادلة رقم 2 راح نتحصل على Y تساوي ناقص Z. بالتالي مهما يكون X Y Z ينتمي إلى R هو، حيث X يساوي ناقص Z Y يساوي ناقص Z، راح نعوض هاتين القيمتين وين؟ راح نعوضهم هنا. إذا X بناقص Z، Y بناقص Z أيضا، وفي الأخير Z تبقى كما هي. بالتالي راح نستخرج Z كعامل مشترك. لما تخرج زاد كعامل مشترك وش راح يبقى لي؟ ناقص واحد ناقص واحد وواحد. إذا الكير دو اف يساوي زاد في الشعاع ناقص واحد ناقص واحد واحد، بحيث انه زاد ينتمي الى ار. لاحظ معي انه المجموعة فيها شعاع واحد غير معدوم. في هذه الحالة سبق وقلنا باللي المجموعة اللي فيها شعاع واحد غير معدوم راهي مستقلة خطيا. لاحظ أيضا باللي الشعاع ناقص واحد ناقص واحد واحد يولد الكير دو اف. راح نذكر الشباب بأنه الرمز أنه الجملة اللي تحصلنا عليها اللي فيها شعاع واحد توليد، هذا رمزه لدو كروشي هذا اللي نشوفه فيهم. إذا الجملة اللي فيها شعاع واحد تولد الكير دو اف، إذا راهي مولدة ومستقلة. بالتالي راهي الجملة اللي عندي تشكل أساس للكير دو اف. إذا يمكن استنتاج أنه ديمونسيون دو اف ديمونسيون دو كير دو اف يساوي الواحد. بالنسبة لهنا السؤال ديمونسيون دو كير دو اف يساوي الواحد هو مش مطلوب، فقط يعني وضعته، والهدف أنه رايحة نقول عليه بعد ما نكمل نجيب صورة اف مباشرة، لأنه شفنا الكير دو اف. رايحة نفوت للسؤال: هل اف تطبيق اف متباين أم لا؟ إذا عندنا قاعدة أنه باش نقول F باللي متباين أم لا، نشوف الكيردو F يساوي الشعاع المعدوم في فضاء الوصول أم لا. نلاحظ باللي أنا الكيردو F ما سواش المجموعة
اللي فيها شعاع 0 0 0، يعني الـ X Y Z ما تحصلناش عليهم باللي يساوي 0 0 0. إذا الكيردو F كان فيه المجموعة اللي فيها الشعاع ناقص واحد ناقص واحد واحد، بالتالي لهنا الكيردو F راهو يختلف عن الشعاع المعدوم. إذا مش راح نقول على التطبيق F تطبيق ليس متباين، فقط يكفي أني نقارن الكيردو F إذا كان شعاع معدوم F متباين، إذا الكيردو F يعني اختلف على الشعاع المعدوم إذا F ليس متباين. نفوت للسؤال الثاني، أنه طلب مني تعيين صورة F. باش نقول للشباب أنه تعيين صورة F معناها رايح نجيب المجموعة اللي فيها الأشعة وندرس لها الاستقلالية ونشوفها باللي المجموعة مجموعة الأشعة راهي تولد الإيماج دو F أم لا. ونفوت السؤال اللي بعده، إذا الإيماج شفنا تعريفه هو المجموعة اللي معرفة كالتالي، مهما يكون الشعاع V ينتمي لمجموعة الوصول F، يوجد الشعاع U ينتمي مجموعة البدء E، بحيث F يساوي F لـ U. إذا بما أنه الشعاع V ينتمي لفضاء الوصول، نعلم أن فضاء الوصول هو R كات، إذا الشعاع V راح يكون فيه 4 مركبات X فتحة Y فتحة Z فتحة و T فتحة. الشعاع U ينتمي لفضاء البدء E، فضاء البدء هو R 3، معناها الشعاع لي U راح يكون فيه 3 مركبات X Y Z، بحيث الشعاع U معذرة الشعاع V يساوي الشعاع F ل U. إذا الشعاع V عوضناه، مش عوضناه لأنه فيه 4 مركبات سجلناه X فتحة Y فتحة Z فتحة و T فتحة يساوي F ل X Y Z. رايح نعوض F ل X Y Z بما يساويها، وسبق وقلت أنه يمكن الكتابة العمودية أو الكتابة الأفقية. الكتابة العمودية تسهل لنا العمل، انه راح يتحصل على لي زيكس يكونوا اسفل بعض، لي زيغريغ اسفل بعضهم، والزاد يكونوا اسفل بعضهم. اذا راح نخرج اكس من الاولى يبقى لي واحد، من الثانيه يبقى لي واحد، من الثالثه ما عنديش اكس معناها راهي صفر، من المركبه الرابعه عندي اكس معناها واحد. راح نخرج ايغريغ، لاحظ باللي في المركبه الاولى هنا اكس زائد زائد ما عنديش ايغريغ معناها راهو صفر، هنا ناقص واحد، هنا واحد، في الأخير واحد، في الأخير راح نخرج الزاد، وش نتحصل على الشعاع؟ واحد، صفر، واحد، اثنين. إذا نلاحظ باللي الأشعة الثالثة، الأشعة الثالثة تولد ليماج دو إف. نروح ندرس الاستقلالية للأشعة الثالثة، سميت الشعاع الأول إي واحد، الشعاع الثاني إي اثنين، والشعاع الثالث إي ثلاثة. لهنا تقدر تسميهم أسامي من عندك. إذا دراسة الاستقلالية نشوف هذا الشرط، مهما يكون ألفا بيتا جاما ينتمي لR، الشعاع الأول مضروب في ألفا، الشعاع الثاني مضروب في بيتا، الشعاع الأخير مضروب في جاما يساوي الشعاع المعدوم في فضاء الوصول. الشعاع المعدوم في فضاء الوصول، فضاء الوصول R كات رايح يدي لي 4 مركبات 0 0 0. رايح نشوف باللي رايح نتحصل على قيم ألفا بيتا جاما متساوي وتساوي الصفر أم لا. إذا هنا دخلنا ألفا للشعاع الأول، دخلنا بيتا على مركبات الشعاع الثاني، دخلنا جاما على مركبات الشعاع الثالث، اجمعنا وساوينا بالصفر، تحصلنا على جملة المعادلات الخطية فيها 3 مجاهيل. إذا رايحين نحلوها من خلال المعادلة رقم 2، تحصلنا على قيمة ألفا تساوي ناقص جاما، ومن المعادلة 2 تحصلنا على ألفا تساوي بيتا، عوضنا القيمتين في المعادلة رقم 3 تحصلنا على ناقص جاما زائد جاما تساوي الصفر، معناها الصفر يساوي صفر. في مثل هذه الحالات كنت حكيت مع الطلبة في أول سلسلة، هنا معناها الأشعة راهي مرتبطة خطيا، رغم أنه ما بانتش قيمة ألفا قيمة بيتا قيمة جاما باللي راهم متساويين يساوي الصفر ولا يساوي قيم أخرى. هنا كان عندنا مثال في السلسلة رقم 1، كنا بينا كيفاه بالفعل لما تكون عندي معادلة الطرف اللي منا يساوي صفر مع هذا الطرف يساوي صفر، مباشرة راح نقول كاين ارتباط خطي. في مثل نوع من جمل المعادلات بهذا الشكل، هي كاينة طريقة لأن الطلبة مازال ما درسوش يعني الفصل الرابع، هي طريقة كرامر يعني حقيقة أو طريقة أخرى لحل جمل المعادلات، لما يحلها راح يتحصل على قيمة ألفا قيمة بيتا وقيمة جاما، راح يتحصل عليهم ويلقاهم بلي يختلفوا على قيمة الصفر، حتى لو كانت قيمة مجهول واحد تساوي الصفر، لكن قيمة المجهولين الآخرين
اكيد راح تختلف عن الصفر، راح يتوصل بلي الاشعه راهي مرتبطه خطين، بالتالي راح ندي شعاعين وندرس الاستقلال الخطي لهما كمثال ديت الشعاع 1101 والشعاع 0-111. اذا درست الاستقلال الخطي يمكن اخذ شعاعين اخرين يعني. اذا توصلنا انه شعاع الفا وبيتا يساوي صفر، معناها الشعاعين مستقلين خطيا، بالتالي الاشعه تولد ليماج، وتوصلنا باللي الاشعه راهي مستقله خطيا. اذا الجمله اللي فيها هذه الشعاعين ماذا تشكل؟ تشكل ايماج ل اف. اذا يمكن ان نستنتج بما انه الاشعه هذه راهي مستقله خطيا، اذا يمكن ان نستنتج انه ديمونسيون دو ايماج دو اف ماذا يساوي؟ 2. هنا عليه رانا ديمونسيون احتاجناه، لانه طلب هل اف غامر ام لا. عندنا قاعده واش تقول؟ باش نقول اف غامر ام لا، نروح نقارن ديمونسيون فضاء الوصول مع ديمونسيون نتاع ليماج دو اف. ديمونسيون فضاء الوصول هو ديمونسيون ار 4، معناها عندي 4. ديمونسيون ليماج دو اف هي 2، اذا نلاحظ باللي كاين اختلاف ما بين 4 و 2، بالتالي واش راح نقول؟ اف ليس غامر. يعني حبيت لهنا نعطي فقط ملاحظه، احنا الديمونسيون تاع يعني باش الطالب يكون متاكد من الشيء اللي خدمه، كنت جبت الديمونسيون تاع الكار دو اف شحال؟ 1، وجبنا الديمونسيون تاع الايماج دو اف هو 2، رايحه نجمع 3، قارنهم مع ديمونسيون فضاء البدء 3. اذا لهنا الطالب يكون مطمئن انه النتيجه اللي توصل عليها راهي صحيحه. ديمونسيون فضاء البدء 3 ومجموع ديمونسيون الكار دو اف اللي هو 1 مع ديمونسيون ليماج دو اف اللي هو 2. رايحه نعطي ملاحظه ثانيه حول التمرين رقم 10. التمرين رقم 10 لو نرجع له في السلسله راح تقراه، تقارن السؤال مع التمرين رقم 9، تلاحظ باللي التمرينين متشابهين، يعني العمل اللي خدمناه في 9 راح تعاوده في التمرين 10. يترك التمرين 10 للطلبه، وزيد كاين الحل يعني في ملف البي دي اف، حاول انك تحل وحدك وقارن النتائج. هذا من جهه. من جهه ثانيه في تمرين 9 توصلت انه اف نواه اف تحصلنا عليها هو شعاع -1-1، وتوصلنا انه اف ليس متباين، لكن في التمرين 10 راح توصل انه الكير دو اف 0-0-0، معناها التطبيق اف ماذا؟ متباين. ملاحظة ثالثة، قادر يجي سؤال هل اف تقابلي؟ احنا نعرف باللي وقت نقول اف تقابلي اذا كان متباين وغامر، اذا اختل واحد فيهم ليس تقابلي. اذا نتمنى ان شاء الله باللي الفيديو هذا راح يفيد الجميع، وبالتوفيق. شكرا.